ننتقل لموضوعنا أو موضوع آخر، حديث الساعة وبداية الفصل الدراسي الجديد في المملكة، حيث عاد أمس أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام إلى مدارسهم صباح أمس في السعودية، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة. والحين نروح الهاني ونشوف مع الطالب ماجد اللي راح يعيش اليوم أجواء المدرسة هذا الصباح في المملكة. أكيد مع ماجد صقيري وتحديدا من المدينة المنورة واللي راح ينقل لنا الصورة عن العودة للمدارس. فماجد صباح الخير. صباح النور يا هاني، بس لا تروح بعيد عشان أول شيء بس أرد على خليل وأقول له أنا طالب لكن طالب أنيق. يعني اليوم فعلا خليل وهاني أنا تمنيت أني يعني يرجع فيه الزمن كذا ورا أيوة. وأعيش بمثل هذه الأجواء الجميلة اليوم للمدارس والنماذج الحقيقة الحديثة. الجو حلو، يعني إحنا إذا تفتكر يمكن هاني وخليل أنتوا قاعدين تطلبون اليوم المشاهدين أنهم يشاركونا أكيد بالصور القديمة لهم، لكن أنا لو عندي صورة قديمة وأنا على الطاولة في فترة من الفترات الوضع كان مختلف شوي على كذا. يعني أنا أحس الآن الحقيقة بالأناقة بشكل جميل مع زملائي أيضا وأصدقائي الجدد، يعني أنس وحمزة. فأنا مبسوط اليوم، أنا مبسوط اليوم وسعيد بهالتطور اللي قاعد تشهده منظومة التعليم بشكل عام. يمكن ذكرت خليل 6 مليون طالب اليوم، ذكرنا الدور اللي يقدمه أكيد المعلمين والمعلمات وهالمنظومة التعليمية اللي قاعدة تتطور اليوم في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة الحقيقة بشكل خاص، لأنه أنا عاصرت طول الفترة الماضية يمكن 5 أو 6 سنوات الماضية مشروع المدينة المنورة اليوم تتحول أنها تكون خالية من المباني المستأجرة، وعاصرت اليوم التنوع في التعليم وهالنموذج الجميل اللي أنا موجود فيه اليوم اللي هو مدارس مداك. والحقيقة يمكن وإحنا على الهواء خليني أقول اليوم للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة والحقيقة هو رئيس مجلس أمناء مدارس مداك اللي أنا موجود فيها، شكرا الحقيقة أنه عملتوا مثل هذا النموذج الجميل لأبناء المدينة المنورة حتى يصير في تنوع الحقيقة اليوم في التعليم وتعدد حتى في اللغات. وأكيد شكر أيضا لرئيس اللجنة التنفيذية مدارس مداك المهندس فهد البليشي معالي أمين المدينة. هاني أكيد تفتكر لما كنت طالب وأكيد خليل وأكيد كل اللي يشوفنا اليوم كنا طلاب على هذه الطاولات ندرس ونتعلم بمثل هذه الأجواء. الآن الموضوع تحول الحقيقة بشكل كبير، لذلك اليوم أنا حرصت أني أكون يمكن من داخل هذا الفصل تحديدا من مدارس مداك في المدينة المنورة عشان أنقل صورة اليوم للأجواء الجديدة اليوم للجيل الجديد وكيف تحولت العملية التعليمية حتى تصبح بشكل أجمل. اسمحوا لي الحقيقة أني أرحب بالأستاذة نهى قرملي وهي مديرة مدارس مداك. خليني أقول لك أول شيء يعطيك العافية أنك عيشتيني معاكم لمدة نص ساعة طالب، كيف شفتيني كطالب أول شيء قبل ما ندخل في مداك؟ أهلا وسهلا. أول شيء يعني شكرا لحضوركم ومشاركتكم معنا العودة للمدرسة، يعني طالب مشاغب المايك معك، لكن ما شاء الله تبارك الله يعني طلابنا منتظمين عادة من اليوم الأول. يعني أكيد اشتاقوا للمدرسة بعد إجازة صيف طويلة. هذا اللي بسألك عليه، كيف اليوم عملتوا أنكم تهيئوا الحقيقة المدرسة حتى تستقبل الطلاب؟ إيش اللي عملتوه في مداك اليوم؟ في مداك احنا نحب نركز على التجربة نفسها أكثر من عمل، يعني أكثر من المنهج نفسه. فإحنا نركز على 3 جوانب أساسية عشان نبني فيها شخصية الطفل. أول شيء الجانب الأكاديمي، الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، يعني أكاديميك سوشيال إيموشنال زي ما يقولوا، حتى نبني الطالب كشخصية مثقف متسائل مفكر قائد محب للعلم وللخير ومستمر في طلب العلم مدى الحياة. إيش رأيك وإحنا نمشي كذا أستاذة نهى؟ لأنه أنا ما أدري كم معانا وقت، بس أستاذة نهى اليوم أكيد أنا أقول تحية لك، تحية حتى إذا الكاميرا اليوم تجيب الزملاء المعلمين والمعلمات اللي موجودين معانا، بس إيش تقولي اليوم حتى للمعلمين والمعلمات وهالبهجة والسعادة اليوم في استقبال الطلاب؟ يعني أول شيء إحنا عندنا تنوع ثقافي كبير وتنوع في اللغات، ندرس 3 لغات أساسية في المدرسة، اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية، ونركز على أنه كل معلم يعني تحدث أقل شيء لغتين. طبعا عندنا يعني عندنا معلمين جدد، من الأشياء اللي بدأناها ورش عمل تطوير تدريب، زائد عندنا لقاء أولياء الأمور مع المعلمين كأول أسبوع، بعدين العودة تكون بالتدريج حتى يرجعوا لنظامهم الطبيعي بعد إجازة الصيف.
خليني ادخل مع المعلمين استاذ نهى هاني اكيد وخليل، بس اعطوني دقيقه لانه في تجربه جديده اليوم في مداك اللي هو فيما يخص حتى المناهج والقيم اليوم الاسلاميه الحقيقه اللي تعطى للطلاب. ذكرت لي منهج استاذ ايمن حافظ وانت المدير الاداري اكيد اليوم، ايش الفكره اليوم في المنهج لهؤلاء الطلاب؟ مداك متميزه بمنهج خاص بها اللي هي مختص بالقيم القرانيه، في كيف انه هي تبدا تدخل القيم القرانيه الموجوده في الايات القرانيه، ان الله يحب المحسنين المتقين الصابرين المتوكلين التوابين، انه كيف هذه القيم نقدر نزرعها في منهج التعليم اللي داخل مداك، والطالب يبدا ياخذها من بدايه تعليمه. جميل، يعطيك العافيه استاذ ايمن، شكرا لكم. يمكن ما معنا وقت الحقيقه، احنا كان مرتبين انه نكون مع المعلمين والمعلمات، بس اكيد هاني ما معنا وقت، لكن اسمح لي الحقيقه وانا في هالمكان وانا في مداك اليوم، تحيه لكل معلم لكل معلمه لكل طالب لكل طالبه بدا التعليم بالبهجه وبالسعاده اكيد بالسرور، وهالتطور هاني اليوم اللي قاعدين نشوفه في المنظومه التعليميه بشكل عام.